طبعا قطفنا العسل، واول اجراء نقوم به هو مكافحة الفاروة. طبعا انا استخدم الاوكزاليك تقطيرا. اذا احببتم انزل فيديو عن طريقة التحضير والتقطير فانا مستعد. تحياتي لكم الاخوة النحالون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسعد الله صباحكم بالخيرات. اليوم لدينا تطبيق عملي باستخدام مادة الأوكزاليك في مكافحة الفاروة. هذه هي مادة أوكزاليك أسيد كما تشاهدون، عبو نصف كيلو تقريبا. سنقوم بإضافة هذه المادة أو استخدامها مع الماء فقط. سنقوم الآن بأخذ الجزء من هذه البلورات كما تشاهدون. نحن بحاجة إلى كمية محددة. طبعا كما تشاهدون هذه الكمية، نحن نحتاج ما يقارب 35 جرام. 35 جرام نضعها في 1 لتر من الماء. قمنا بأخذ قنينة. طبعا هذه القنينة سعتها الاستيعابية لتر ونصف. إذا نحن بحاجة إلى كمية من بلورات الفرن، عفوا الأوكزاليك. نحتاج إلى ما يقارب 50 52، نقول 52 53 أو هكذا. سنواصل وضع الكمية وزيادة الكمية على أساس تناسب كمية الماء. 54 جرام. الآن لدينا 54 جرام من الأوكزاليك ولتر ونصف من الماء. لتر ونصف من الماء و 54 جرام. سنقوم الآن بإضافة هذه المادة إلى الماء. تابعونا. الآن كما تشاهدون قمنا بإضافة المادة إلى الماء. أصبح الآن لون الماء لون عكر. طبعا سنقوم الآن بإغلاق العلبة. ثم نرجها جيدا. طبعا بعد الرق سننتقل وإياكم إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة التجربة في المنحل. تابعونا. الآن نحن عند الخلية في المنحل. سنقوم بفتح الخلية تدريجيا حتى لا يفجنح، لأنه لم أستخدم الدخان. طبعا قمنا بثقب القنينة أو علبة التي فيها الأوكزاليك. الآن سنقوم كما تشاهدون، الآن نقوم بالتقطير. طبعا البعض يستخدم المحلول السكري، أنا لم أقوم بالاستخدام
سنرى النتيجة وهي تجربة يستفيد منها الجميع. بعض علماء النحل يقول يمكننا استخدام السكر، والبعض يقول يا حبذا بدون أفضل، ونحن سنجرب بدون، لأن أغلب الإخوة النحالين استخدموا مع المحلول السكري، وأنا سأقوم بهذه التجربة لنرى ما هي النتائج. اعذرونا، نستخدم الهاتف في يد والجرعة في اليد الآخر. طبعا انتظرونا في المرحلة الأخيرة وهي مرحلة النتائج.